إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، البارحة كنا قد شرعنا في البيت السادس عشر، وذكرنا فضل الإقدام، كما ذكرنا ذم الجبن. نعم، ومعنى قول الناظم وتقدم الجبانة، أي أن رواية الشعر كانت سبباً في إقدام كثير من الناس. كثير من الناس هموا بالجبن وكادوا أن يجبنوا، فلما تذكروا أشعاراً أقدموا. وفي هذا قول عباس بن مرداس رضي الله عنه، حيث قال: أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أم سواها. يقول العلماء إن هذا البيت الذي قاله عباس بن مرداس هو أشجع بيت قالته العرب. أشجع بيت قالته العرب هو قول عباس بن مرداس رضي الله عنه، حيث قال: أشد على الكتيبة لا أبالي، أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أم سواها. أحتفي أي أموتي كان في تلك الغزوة وفي ذلك القتال، أو كان في سواه. هذا المقصود، هذا أشجع بيت قالته العرب. فكان العرب إذا شعر الواحد منهم بالجبن تذكر هذا البيت فأقدم. ومما يروى في ذلك قصة هارون الرشيد، قصة هارون الرشيد. فهارون الرشيد كثر في وقته البرامكة، والبرامكة هؤلاء قوم كانوا في زمنه أصلهم المجوس، كانوا من المجوس في الأصل، ولكن كثير منهم اعتنق الإسلام، إلا أنه بقي فيه طبع فاسد، وهو التقصير في العمل والإفساد في المناصب. همهم الوحيد المناصب، يسعون سعيا كي يكونوا رؤوسا في مناصب شتى، في الوزارة وفي الحكم وغير ذلك. كثروا في زمن هارون الرشيد واستحوذوا واستعمروا كثيرا من المناصب في زمنه، فأفسدوا. فحار هارون الرشيد كيف يصنع، وقد شكى إليه بعض أصحابه فساد البرامكة وإفسادهم في المناصب، فحار كيف يصنع. فبينما هو كذلك، إذ مر به شاب يردد بيتا لأحد الشعراء، واسمه عمر ابن أبي ربيعة. يقول هذا الشاعر: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. فبقي هارون الرشيد يكرر في هذا البيت طيلة الليل، فلما أصبح عاقب البرامكة جميعا. قيل عاقبهم وعزرهم بالضرب والسجن والطرد ولربما القتل، فلم يجد إلا هذا الحل. ما الذي حمله على هذا الفعل بعدما كان حائرا؟ هو بيت شعري واضح. وكذلك مما يروى أن معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه في معركة صفين، عندما على جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش معاوية رضي الله عنه، فر معاوية.
هرب رضي الله عنه من المعركة، هرب، وفي وسط الطريق تذكر أبياتا من الشعر، تذكر أبياتا من الشعر الشاهد منها: أقول لها وقد جشئت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، وإكراهي على المعروف نفسي، وضربها مات البطل المشيحي. عندما تذكر هذين البيتين عاد إلى الساحة وإلى المعركة وقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه. ولازلت أنتظر الشخصية التي لا يلزم الدين لا نأخذه من أساتذة الأدب، إنما نأخذه من أهله، من أهله. نعم، فبيننا وبين هذا الخبر الذي أخبرتمونيه السند والحديث وكتب السنة. فإذا قالت هي، لأنه أحيانا أساتذة الأدب لا يفرقون، ما عندهم غربال، فيصدقون كل واحد يتكلم في الإسلام، وهذا خطأ، لأنه لولا السند ولولا كتب السنة لقال من شاء في الدين ما شاء. نعم، في الشطر الثاني يقول الناظم: وتعطف الغضبان. نعم، قوله تعطف من عطف يعطف، بمعنى حن وأشفق وألان جانبه من العطف، ويقال عطف الله قلبه، أي جعله رقيقا لينا، فهذا كلمة تعطف. الغضبان، والغضب هو غليان الدم في العروق، الغضب هو غليان الدم في العروق، وهو ردة فعل أو ردة فعل يفعلها الإنسان إذا ما استثير وأغضب. والمقصود من كلام الناظم وتعطف الغضبان أي أن الشعر يزيل ما في قلبك من غضب، هذا من مزايا الشعر، أرجو أن تكونوا قد عددتموها، فالشعر فيه مزايا، حبذا لو ترقموا هذه المزايا. ذكرنا مزايا كثيرة لرواية الأشعار، قلنا أن أول مزية للشعر أنه يكسو الأديب العاري، رواية الأشعار تكسو الأديب العاري، أي ترفع بأدبه وبقيمته. الميزة الثانية أنها ترفع الوضيع، والميزة الثالثة أنها تكرم الشفيع، والميزة الرابعة أنها تنجح وتوصل إلى المآرب وإلى المقاصد، والميزة الخامسة أنها تستر المعائب، أنها تستر المعائب، والميزة السادسة أنها تطرب الإخوان، وأنها، وهي الميزة السابعة، تذهب الأحزان. هذا كله من فضائل الشعر. فإذا سئلتم في الأدب ما فضائل الشعر، تذكرون هذه الميزات، وأن الميزة الثامنة أنها تذهب الأحقاد وتقضي على الحسد، وأن الميزة التاسعة وهي إثبات الود والمحبة وتأكيدها في القلب. الميزة العاشرة وهي ما مرت معنا قبل قليل أنها تقدم، فهي تزيد الإنسان شجاعة. والميزة لا، هي من المزايا لكنها مرت معنا. نعم، أحسنت، جيد، أنا لعلي تجاوزت. فتصير حينئذ 13 إذا أضفنا المزية التي هي إنعاش العشاق وإيناس المشتاق. تقدم الجبانة، هذا الذي، لا، هذا الذي كدت أن أشير إليه فقطعتني، هذا هو. والأدب 14، صوبوني إن كنت أخطأت في العدد، 14، وهو أنها تعطف
الغضبان. إذن المصنف ساق لك 14 ميزة، فلتحفظ هذه الميزات. مما يحسن الاستشهاد به في أن الشعر يذهب الغضب ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه على رجل ينشد قصيدة، فقال مما قال: كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصها لعبد الدار. عبد الدار ذي قبيلة. كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصها. تعرفون المح من البيض؟ نعم، فهي فصيحة. فالمح خالصها لعبد الدار. فغضب رسول الله عندما سمع هذا البيت، غضب غضبا ظاهرا، ثم قال لأبي بكر، وقد كان أبو بكر يا جماعة ممن يعتني بحفظ الشعر، فقال له: يا أبا بكر، أهكذا فعلا يقول الشاعر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا يا رسول الله، وإنما يقول الشاعر: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد منافي، الضاربين الكبش يبرق بيضه، والقائلين هلم للأضياف، الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يعود فقيرهم كالكافي. كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصها لعبد منافي. الأول قال لعبد الدار حرف، فصوب أبو بكر وقال: فالمح خالصها لعبد منافي. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى ظهر عليه كما قال الراوي: فبرقت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم. فرأيتم غضب بسبب الشعر، ثم بالشعر زال عنه ذلك الغضب. ولا شك أن المقامات كثيرة في الغضب الذي أزاله الشعر، والقصص كثيرة، ونحن نريد أن نسرع حتى نصل إلى صلب المنظومة. بهذا يكون المصنف قد أكمل مزايا الشعر، ثم أعطاك نصيحة، فقال لك في البيت 17: فقم له مهتما واحفظه حفظا جما. فقم له مهتما معناها استقبله بعناية واهتمام. فإذا وجدت شعرا عربيا فصيحا فاهتم به واعتني به. قوله واحفظه، واحفظه من الحفظ، والحفظ له معان كثيرة في اللغة العربية، ولكن المقصود من كلمة الحفظ في هذا البيت الاستظهار. والحفظ الذي هو بمعنى الاستظهار والضبط نوعان: حفظ صدر وحفظ سطر. واضح؟ الحفظ الذي بمعنى الضبط والذي بمعنى الاستظهار نوعان: حفظ سطر وحفظ صدر. هذا هو الحفظ في الجملة. واختلف العلماء أيهما أفضل، حفظ السطر أي في الكتاب والكراس، أم حفظ الصدر؟ اختلفوا كما ذكر ذلك علماء الحديث، وقد فصل في هذا ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وكذلك العلامة أحمد شاكر فصلوا في مثل هذا في الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، وكذلك غيره من العلماء، وخرجوا بنتيجة وهي في الحقيقة قول هو عبارة عن جمع، لأن الأولى الجمع. إذا كان عندنا قولان مختلفان، إذا استطعنا أن نجمع بينهما فإن ذلك خير، أما إذا لم نستطع ماذا نصنع؟ نرجح أحد القولين. وهنا جمعوا واستطاعوا ذلك، فقالوا، وهو قول حسن: حفظ السطر، حفظ السطر
أتقن وحفظ الصدر أشرف. حفظ السطر يعني الكراس، حفظ المعلومات في الكراس، هذا معنى حفظ السطر، حفظ السطر. وحفظ الصدر حفظ المعلومات في صدرك. قالوا حفظ السطر يعني في الكتاب في الكراس هذا أتقن، لأن صاحبه سيحفظ بالمعنى واللفظ لا يخطئ. وأما حفظ الصدر فهو أشرف، لا شك أنه هو الأشرف. مما يدل على أن حفظ الصدر أحسن قول الشافعي أظن أو ابن حزم الظاهري، يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يقول علمي معي يعني في صدري حيثما يممت يتبعني، وين نروح يتبعني، بطني وعاء له أي صدري لا بطن صندوقي كالذين يحفظون في الكتاب، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم نعم، لأنه في صدره. ولهذا يقول الإمام الشافعي لما سئل عن العلم قال العلم الذي لا يدخل معك الخلاء فليس علما، العلم الذي لا يدخل معك إلى بيت الخلاء إلى المرحاض فإنه ليس علما. وأنت لا تستطيع إدخال الكتب أو القرآن إلا إذا كان في صدرك. نعم لا ليس بالضرورة، قد يكتب الطالب كراسا أو اثنين ولكنه لا يحفظه في صدره، كما هو حال كثير من التلاميذ يكتبون كل الدروس تجد عندهم عشرات الكراريس، ولكن في الصدر لا يكاد يستحضر جملة أو مسألة. هذا كثير، هذا كثير. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي حفظ الصدر بطريقة ربانية من الله تبارك وتعالى، فإنه عندما كان ينزل عليه القرآن كان يردد بسرعة كي لا ينسى، فبشره جبريل عليه السلام وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فلا داعي لكي تتخذ أسباب الحفظ، إنما سننحته في صفحات قلبك نحتا، هذا هو المقصود. وصحابة رسول الله كذلك كانوا يحفظون، كانوا يحفظون القصائد الطويلة من السماع الأول، وكذلك التابعون. ثم لما ضعف الحفظ وضعفت الحافظة بسبب المعاصي، لأن المعاصي هي لتنسي العلم كما هو معلوم، كما رددت على مسامعكم كثيرا قول الشافعي رحمه الله أنه سأل شيخه عن سبب نسيانه للعلم، وقد كان الشافعي مرة يمشي فتجاوزنه نسوة فهب الريح فبانت ساق إحداهن، فنظر نظرة صدفة ليس نظرة شهوة فنسي العلم، فشكى إلى شيخه فقال له شيخه سبب نسيانك للعلم المعاصي. فأنشد الشافعي يقول في أبيات له شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن الحفظ نور ونور الله لا يؤته عاصي. إذا أردت أن يصير عندك حفظ خارق فقلل المعصية، فإنها تأكل الحفظ كما تأكل النار الحطب، فالحذر الحذر. ومما قالوا في الحفظ أن الطالب ينتقي أحسن مجالس العلم، لأن مجالس العلم كثيرة، ممكن يوجد الآن شيوخ كثر يلقون العلم والدروس، فطالب العلم ينظر أي المجالس أولى بالحضور، يختار المجالس ثم يسمع كل كلام الشيخ، ثم يكتب أحسن ما سمع، ثم يحفظ أحسن ما كتب. ما كتب هكذا، تحاول تكتب كل شيء، وهذا هو الأصل في طالب العلم لما يكون حاضر عند شيخه يكتب كل كلمة كل حرف
لا تنفلت ولا كلمة. يكتب فيما بعد يهذب الكتابة، يكتب ولا يضع النقاط مثلا، يكتب ولا يرفع القلم، يكتب، المهم لا تذهب عنه كلمة قالها شيخه. وفي هذا يقول أحد الشعراء ينصح ولده الذي كان يذهب عند عالم اسمه معي رحمه الله، يقول له: لمع الهمام اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه به معي، لا تفلتنك كلمة من في معي، يعني من فمه، فلا تفلت منك كلمة. وكان أحد التلاميذ الموريتانيين يحضر عند شيخه، فكان يمشي معه والدفتر في يده يكتب كل شيء يقوله الشيخ من أمور الدين والدنيا. وين يكون مع الشيخ تاعه يبدأ يكتب واش يتلفظ الشيخ. حتى في مرة من المرات قال له الشيخ، لما قال كلاما عفويا، هذا الشيخ قال كلاما عفويا فكتبها الطالب، فقال له: ويحك، أحتى هذا يكتب؟ فكتب الطالب وقال: وهذا كذلك يكتب. كان يكتب كل شيء، ليس كالتلاميذ اليوم عندهم حافظة الشافعي، عندهم حافظة الصحابة، يعني لا داعي للكتابة، تحفظون كل شيء أنتم. إيه. الله المستعان. الحفظ بتقسيم آخر نوعان: حفظ جبلي وحفظ مكتسب. الحفظ الجبلي هو أن يولد الإنسان حافظا، لا يسمع كلاما ولا يقرأ سوادا في بياض إلا وقد حفظه، وهذا كان قديما كثيرا، وأما الآن فلم يعد إلا بصفة قليلة. ويقال إن البشير الإبراهيمي رحمه الله كان من الحفاظ الذين يحفظون من السماع الأول. البشير الإبراهيمي كان إذا قرأ صفحة لا ينساها أبدا. وممن كان كذلك محمد الأمين الشنقيطي، كما قال ابن عثيمين رحمه الله: فإنه يحفظ البداية والنهاية، 17 مجلد بحسب الطبعات. وقد قال ابن عثيمين لولده: كان أبوك إذا قرأ ورقة مرتين لن ينساها. لكن لو نتأمل في سيرة أولئك الذين كانوا يحفظون سنجدهم كانوا غاية في الزهد وغاية في الطاعة وغاية في التقوى. نعم. وهنا أحببت أن أذكر بعض الآثار التي ترغب في الحفظ. لماذا يا جماعة؟ لأن السر الموصل إلى الحفظ هو التكرار. التكرار، الإنسان يجد صعوبة في الحفظ في بداية أمره، ثم إذا جعل يكرر ويكرر فإنه سيحفظ. في البداية يكرر الشيء 1000 مرة، ثم يجد بعد ذلك نفسه قد حفظها، ثم بعد مدة يذهب ليكرر فيجد نفسه أنه قد كرره 800 مرة، وهكذا إلى أن يصير له حافظة، بمجرد ما يقرأ يحفظ. لأن الحافظة شأنها كشأن باقي العضلات والأركان في الجسم. فالإنسان إذا بدأ يمارس رياضة رفع الأثقال فإنه لا يكاد يقوى في البداية على حمل 50 كيلوغرام، ثم بعد الرياضة يصير بوسعه أن يحمل أكثر من 100 كيلوغرام وأزيد. سبب هذا الرياضة. فكذلك الحافظة تكون في البداية ضعيفة، فإذا أنت روضتها صار الأمر لك يسيرا، كالشأن الذي هو مع بعضكم في التجويد، ففي البداية كان يجد صعوبة لكن بالرياضة سيجد إن شاء الله تعالى يسرا. نعم. جاء في ترجمة أحمد بن الفرات أنه كان يكرر كل حديث 500 مرة. عالم عظيم، كما ذكر هذه القصة المزي في تهذيب الكمال، كان يكرر الحديث واحد باش يحفظه، يكرره كم؟ 500 مرة.
وقال له رجل: إنا ننسى الحديث. فات الوقت. المهم نختم إن شاء الله، لعلهم ما صوناوش يلي ما كاش حتى واحد. بارك الله فيكم، ولعلنا نواصل الأسبوع المقبل إن شاء الله.